صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. كثير حلو انه نتعلم من تاريخ لبنان، نرجع نزوره وايضا نأيد المواقف المهمه اللي صارت. وكلنا ايضا بنحب نقدر كبارنا، ستنا او جدنا او يمكن ناس حبيناهم فرقونا الحياه، او يمكن فرق العمر بخلينا نتساءل كثير عن الامور اللي عم بتصير بحياتهم. اليوم بفقره كتاب رح نضوي على روايه كثير فريده من نوعها، سيل كو تو اي ديفوني 1910-1920 ان دستان لبناني، للكاتبه نيلا عون شكيبان. اهلا وسهلا فيكي. فيكي كارين، ميرسي. يعني بعرف انه هيدي اول روايه اليك، وبحب اقول لكل المشاهدين انه توقيعها اليوم الساعه 5 بمكتبه البرج، يعني من الساعه 5، وقد ما بيجوا الزوار قد ما حضرتك موجوده لتوقعي هالكتاب الحلو. ومنحس انه نيلا هيدا الحب للكتابه موجود عندك هيك ونضج، واليوم عم بتوقعي هالكتاب الحلو اول كتاب اليك. خبرينا قد ايه اليك عم يعني بتحبي الكتابه وعم يعني عم بتفكري بنشر هيك كتاب؟ يعني انا كان بحب القرايه كثير وبحب الكتابه من زمان، يعني من انا وصغيره، بس ما بين تكتبي كم سطر او كم صفحه وما بين تالفي روايه يعني كانت خطوه غير، وكان بدها فضاوه. نعم. يعني وقت اللي كنت عم سافر والولاد كانوا بعضهم بالبيت، ما كان راسي هالقد مرتاح او فاضي مشان لحتى اقدر اكتب هالقصة يلي من زمان كان عبالي اكتبها، واعمل ما انها قصة موجودة بالتاريخ بوقت محدد، يعني نعم. بدها تبحثي وتقري وتفتشي. ما في شك. يعني اخذت شوية، بس انبسطت كتير بكتابتها. نعم. قد ايه اخذت وقت يعني؟ يعني اخذت القصة هي سنة خلصت الرواية، بس بعدين رجعت تركته على جنب ورجعت بعد كم شهر، يعني رجعت قلت لا بدي زيد عليه كم شغلة، بدي شيل منه كم شغلة. نعم. وبعدين اعطيني لبيت النشر وهن نعم. رجعوا ظبطوا التظبيط الاخير. ما في شك. يعني بدي اقول انه هو صادر عن دار نشر تاني راس. مزبوط. كمان تحيه للصديقه تانيا مهنا. حضرتك من مواليد الدمور وحائزه على اجازه باللغه الفرنسيه وادابها من الجامعه اليسوعيه ببيروت، وانتقلتي للعيش يعني بالسعوديه وبعدها الى الكاميرون، ورجعتي على لبنان بس سنه 2000 واثنين. بنلاحظ قد ايه السفر ايضا، ما بعرف اذا هيدي يعني بتوافقيني فيها الرأي، انه السفر ايضا بيعطيك كثير يعني افكار وبيخليك تحني على لبنان وتاريخه اللي عم تحكي عنه. اكيد بكتير. شيء اكيد مأكد. وقت اللي بتكوني بعيده بتصيري بتفكري بالاشياء، ومثل ما عم تقولي كارين بتحني، يعني وقت اللي بتكوني انت عايشه هون وبعدك بالانتوراج تبعك ما بتحسي حالك انه لازم ترجعي تتقدمي منه هالانتوراج وتجربي تفهميه اكثر. نعم. اكيد البعد بياثر. ما في شك. يعني بنلاحظ انه روايتك هي تاريخيه لانه عم تحكي بين 1910 و1920، يعني لبنان كان عم بيقطع بمرحله صعبة كتير، هي بعده تحت حكم العثماني وأيضا الحرب العالمية الأولى مع المجاعة، وعم تحكي أكيد عن بطلة اللي هي ستك. ليه حبيتي تضوي على هالعشر سنوات، علما أنه أكيد ستك عاشت فترة كتير طويلة، بس ليه هالعشر سنوات من تاريخ لبنان؟ لأنه حبيت فتش شوي، جرب أفهم ستي كيف كونت شخصيتها. يعني نحن بنعرف أنه الشخصية بتتكون بالصبا مش بعدين. ما في شك. وهديك الأيام يعني المرأة كانت مجبورة بنوع من الصراع مشان لحتى تقدر تفرض نفسها. وستي فرضت نفسها كتير منيح. دونك حبيت أفهم كيف توصلت لهون. أنا ما نقيت أكتب بين 1910 و1920، بس بما أنه هن هول الأيام الصبا تبعها، يعني أنا كنت مفكرة اللي حققت حالة اللي فيهم. حققت حالة فيهم، يعني أنا كنت مفكرة بدي فوت بفترة من تاريخ لبنان أنه ضيعة أنه، وتفاجأت شفت حالي أنه لا، نحن أيام مجاعة،
ايام انتهاء الحكم العثماني، يعني ايام وقت اللي بده يوقع كان توقع الامبراطوريه العثمانيه، يعني كانوا مجروحين. وبتعرفي انت هذه مرحله كثير دقيقه، مرحله كثير دقيقه، يعني مش عارفين بمين بدهم يفشوا خلقهم كانوا. وطلعت تاريخيا يعني براس اللبنانيه وبراس الارمن. ايضا عم تحكي عن ستك وبتسالي، بتقول انه بدك تعرفي ليه اصبحت اليوم هالامراه، يعني اليوم ستك خلتك تفكري بهالامور، ليه حبيتي تتعرفي على شخصيتها اكثر؟ وايضا هل هي لانه كانت امراه حيربت بهالوقت الصعاب، او هي لانها ستك، او لانه ممكن تكون مثالك، وخاصه يمكن مش بهذا العصر اللي عايشين فيه ولكن بالزمن اللي هي عاشت فيه؟ يعني ما فيني اقول انه ليه، لانه كل النسوان كانوا بهذيك الايام ما يجيون شيء على طبق من فضه يعني. وبعدين ستي كان لها كثير تاثير على العائله كلها. يعني بتعرفي انت وقت اللي بتكون المراه هيك بهالقوه، يمكن هي ما بتعود تعرف وين لازم يكون حدودها لحتى ما تاثر على المحيط تبعها سلبيا. يعني صار في تاثير من هيك شخصيه هالقد قويه. انا حبيت افهم انه يعني لليوم بعدنا كلنا اللي عشناه كثير في شغلات بترجعيها لشخصيه ستي. حبيت افهم ليه وكيف، يعني هيدي هي. يعني اليوم بتشوفي انه والدتك تشبه ستك، او بتلاقي انه حضرتك بتشبه، عندك شيء من ستك؟ اكيد كلنا عنا منها كارين، ما فينا نقول لا. ما فينا نقول شو اليوم شي. يعني اليوم انت كامراه بهذا العصر، وايضا امراه يعني نضجتي، وايضا نضجتي بالكتابه، شو بشو بتلومي ستك، وبشو كمان يعني بتلاقي انه انجزت امور مهمه؟ هلا انجزت امور مهمه على الاكيد، لانه هي كانت ماسكه كل زمم الاشياء يعني بايديها. يعني كانت ماسكه العيله، كانت ماسكه الارزاق، كانت يعني هي بتحسيها هي كان عندها وجودها كرجل وامراه، يعني مش وجودها كرجل وامراه. يعني كان عندها هي مسؤوليات مهمه كثير، اكثر من مسؤوليات وقتها امراه بس. ايه ما هي هيك. طب ليه، وين كان الجد بهالفتره؟ بالروايه؟ بالروايه الجد طبيعه ستي كان اضعف. يعني الجد يعني الزوجه. لا، ما كان شخص ضعيف. كان شخص طيب، كان شخص حقق كثير شغلات وآمن فيها تعطيها هالمسؤولية. ايه بفتكر هيك، يعني بالعكس بتصور انه لو في بعض رجال هيك ايضا. هلا عم تقولي لي برواية عن حقيقة، هذا اللي بدي كثير الفت نظر كمان المشاهدين اللي بتمنى كمان انه يكونوا اليوم موجودين بالتوقيع او يشتروا الكتاب الموجود بكل المكتبات. بنلاحظ انه كثير غنية الرواية. اول شيء رواية تاريخية، يعني اللي بيقرا بيعرف انه بهالايام وقت 1910 1920 شو كان عم بيصير بالناحيه السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه بلبنان. وايضا هي سيره ذاتيه عم تحكي عن ستك، ولكن كمان فيها كثير من الخيال. انت عم تكتبيها وين، يعني وين حسيتي في شيء طغى على شيء؟ لانه نحن وعم نقريها انا ما راح اعطي رايي، ولكن لاحظت يعني في شيء طاغي. ولكن انت ككاتبه وقصه ستك، يعني قصه شخصيه، وين حسيتي شو طغى؟ الميل التاريخيه الخياليه او السيره الذاتيه؟ يعني كارين الكتاب هو كتله ما بتتجزا. يعني انا ما كنت قايله بدي اكتب قصه تاريخيه، كنت قايله بدي اكتب قصة اسأل فيها كم سؤال، ومش أكيد أقدر أجيب الأجوبة لأنه ما بقى في حدا اليوم يخبرنا للأسف. يعني كانوا يمكن هالسؤالات كان أحلى لو نسألوا وقت اللي كانوا بعدهم كلهم بيناتنا. حلو كتير. بس أنا وقت اللي كتبت هيدي القصة شفت حالي بالتاريخ، يعني مجبورة أكتب عن التاريخ، لأنه هن كانوا حياتهم مثل ما نحن بعدنا حياتنا اللبنانية، يعني كل شيء مربوط بالتاريخ يلي عم بيصير حوالينا. رح أرجع أتسمع على جوابك، ولكن من بعد هالوقفة. مشاهدينا الكرام، منتابع فقرة كتاب لليوم مع الكاتبة نيلة عون شكيبان. نيلة، كنت عم بسألك انه وقتها نقرا الرواية بنلاحظ انه رواية تاريخية
وايضا بتحكي عن سيره ذاتيه اللي هي قصه ستيك، وايضا خياليه، لانه بنلاحظ قد ايه اليوم يمكن عم بخيالك عم بتجربي تحطي صوره جديده او صوره انت عم تتصوريها على وجه ستيك. بقى انت وين حسيتي اكثر شيء طغى؟ هذا كان السؤال. يعني مثل ما قلت كارين انه هي جزء ما بيتجزأ الكتاب، انه كله سوا يعني. لا. انا بلشت اطرح اسئله وحبيت تجيب عليها اجوبه وما قدرت لانه ما كان في حدا هون، يعني كثير فيها من نجل الخيال القصه. نعم، لانه ما كان في حدا عم بخبرك عن ستك. يعني ما حدا كان بقى من ايام سباها يعني فيهم يخبروني عنها وقت اللي عرفوها هن اولادها يعني. نعم. انا عم بحكي عن قبل. نعم. يعني مرحله قبل. نعم. بقى صار مشيت بالقصه بدون بلان. نعم. يعني بلشوا إذا بدك الشخصيات هن يفرضوا نفسهم علي، وأنا صرت مثل شخص عم بيتفرج كيف هالحياة بالضيعة ماشية وعم خبر قصتهم. نعم. يعني هي أنت بتحكي عن ضيعة بشوف بيت كاسين، هي مظبوطة هي ضيعة؟ لا، هي الضيعة واحد بيحكي عن اللي بيعرفه. نعم. كارين، وأنا ضيعتي هي الدمور. نعم. يعني أكيد إنه حبيت شيء بيشبهه. أكيد إنه كانت يعني الكادغ هو الدمور. نعم. لأنه بدي أحكي عن شيء بعرفه وبحبه وحبيت أرجع عايشه. نعم. إنما الأشخاص يلي يعني الشخصيات يلي هي بالرواية غير إنه ستة هوليك كلهم من الخيال. من الخيال. يعني فينا نقول أكتريتهم يعني. إنه خيالية أكتر منا واقعية. ولكن تخيلتي انت كيف ممكن ستك تكون كان بسباها. على كل حال شيء كتير حلو، بس يا ريت كمان واحد قدر يفوق على هالأمور وقتها كانت بعدها ستك يمكن بصحة جيدة وواعية مزبوط. بس وقت اللي بيكون صغير الواحد ما بيكون عنده هالهم انه يجي يسأل. صح. بعدين انا ما بقول جربت اسألها لستي وقت اللي كانت بعدها، عملنا لها هيك مثل نوع انترفيو مثل ما عم تعملي معي هلا. وشو قدرت تسحبي منها؟ ما قدرت سحبت منها شيء لانه كانت وقت تشوف الميكروفون خلص تبلش تحكينا شغلات. امرأة ذكية جدا. ايه يعني هلا وقت برجع بسمعهم ما بشيل منهم شيء. ما بتشيلي منهم شيء. طيب اليوم كيف وعيتي على ستك؟ عم نحكي بالواقع، يعني كيف لقيتي هالتيتا لإلك؟ هي عاطفية؟ هي هيك رسمية؟ يعني شو هي اليوم صفات ستك؟ هلا عاطفية ما حدا في يقول عنها كانت عاطفية ابدا. نعم، اصلا هيدا موجود بالرواية. ايه، يعني ما امتي هالصفات. لا لا، ما في. امرأة صلبة. ايه، امرأة صلبة كانت، ووقت اللي بحكي فيها هيك قدام اصحابي او شيء بيقولوا لي انه هديك الايام يا لطيف شو كان في نسوان بهالمواصفات هيدي. نعم. مزبوط. الله يرحمه البابا هيك بيقول عن والدته، انه كانت كثير صلبة. يمكن كانت الظروف تجبرهم انه اول شيء ما يفرجوا عواطفهم كثير. كان عندهم 7-8-9 اولاد بدهم يربوهم على مسؤوليه مش على عاطفه بس. ولكن اليوم انت كأم وان شاء الله تصيري تيتا ان شاء الله يعني قريبا، بعرف انه عندك شاب وصبيه، قد ايه العاطفه بتلاقيها مهمه بالتربيه؟ العاطفه كثير مهمه. انا بلاقيها اهم شيء. اهم شيء مش اللي حتتكوني شخصيه الولد. نعم. بس مش معناتها انه العاطفه يعني مش يكون الواحد. لا، انا ربيتهم لاولادي تربيه فيها كثير عاطفه بس فيها كثير كمان سانس دو دوفوار. ما في شك. نيلا اليوم يعني ولادها لستك، هي ستك من ميلة امي للوالده، يعني امك وخالاتك واخوالك شو بيحكوا لك عنها؟ يعني اكيد انت سالتيهم. ما انا ليش كتبت هالكتاب كارين؟ لانه حسيتيهم من قاسيين كل الحديث عنها. هي انه كانت كثير قاسيه، بس انا كنت شوف فيها صفات يعني ما كان حتى الواحد يقدر يحكي فيهم. يعني انه انا كنت شوف ستي انا وزيره كانت تحبني دير حطتها بالكتاب. انت قايله انه كانت انت مثل بريفيري عندها. ما بعرف يعني اذا بريفيري، بس كانت انه ما حس فيها انه هالقد قاسيه. بس انا ماني بنتها كمان، انا حفيدتها في بيني وبينها وقت. وبعدين دائما بيقولوا اللي بيحنوا اكثر على الحفيد يمكن هيك. اكيد مش اكثر من على بس بعدين انه مثل كثير نسوان هذيك الايام يعني قضوا ما بحياتي سمعتها عم بتنق. نعم.
يعني الواحد وعاشت جوع وعاشت حروب وربت عيلة وهاجرت رحت على بلد لا بتحكي لغته ولا بتعرفه. مزبوط. يعني أنا اليوم منقدرها، يمكن لو ما كانت صلبة ما كانت ضاينت. مزبوط. وبيقول وراء كل رجل عظيم امرأة، يعني كل رجال بيمتها نجح وصل مزبوط. أكيد كان في امرأة أكيد. قوية حتى أكيد. أكيد. بس إنه دورة. ما بيقبل الواحد القوة بيقبلها أكثر من اتجاه الرجال من نعم. من اتجاه المرأة يعني نعم. بتشوفي إنه بيقولوا إف مرأة قوية يعني منا كومبليمون. نعم بعد لا اليوم بعد لا اليوم مع إنه اكيد لازم تكون قويه بانوثتها، يعني طالما عندها انوثه وقويه انا بلاقي هيدا صفه حلوه. أكيد بس صفة. اذا خسرت انوثتها إيه اكيد هون ما بيعود صفه. لا إيه لانه هي اولا امراه. دورها دور الامراه بزمن ستك قد ايه كان مهم وقد ايه كان ايضا اصعب يمكن من دورها اليوم. هلا ما بعرف اذا كان مهم دورها هذيك الايام، كانت لازم هي تفرض حالها وتفرض دورها نعم لحتى يصير دورها له اهميه او كان بدها تقعد على جنب وتتلملم. هون يعني كمان في دور الرجل اللي مثل جدك اعطيها اهميه مزبوط. واحترم رايها. مزبوط انه عندك رجال كانت ما يعني ما يتقبلوا انه يسمعوا لمرأة نعم يعني ما بعد في لليوم بعد لليوم وانت اكيد بتعيشيها ونحن بنعيشها اكيد مجتمع الذكوري المحط اللي عايشين فيه وقت الرجال يحكي لانه هو الرجال صار بيفهم واذا انت قلت شيء اذكى لا ايه ما في مثل بيقول انه الامراه الذكيه هي اللي بتخلي زوجها او رفيقها يفكر انه هو اذكى منها يعني هي هون بدها تلعبها يعني تعمل حالها انه هيدي لعبه لانه ولا رجال بيتقبل على حاله انه الامراه تكون اذكى منه اصلا الرجال ما بيحب الامراه الذكيه اون جنرال ما احنا يعني عم نحكي اون جنرال هلا في رجال كثير بتقدر وبتحب العكس بس في رجال مزبوط لانه بفكر انه بيتضايقوا عليها مزبوط مزبوط وبدك تعملي حالك مصدقه 100% اوكي اللعبه بنعرفها اليوم كمان ايضا حلو كتير انه عم تحكي عن فتره تاريخيه بلبنان ومنلاحظ انه بحب رايك بالموضوع انه قد ايه لبنان اليوم بيرجع على تاريخه واهم من هيك بيتعلم من تاريخه نيلا يعني بتلاقي هالامور او بتلاقي انه اللبناني عم بيرجع يوقع بذات الغلط كان اللبناني يعني عمل النسيان جزء منه يعني كله ماشي على اللي فات مات لا بدنا نطلع لورا لانه دائما عم نرجع نوقع بنفس غلط. المشاكل وبنفس الامور يعني عينينا نحن من تاريخنا وبعد لليوم مثلا بتفتحي كتب تاريخ بتلاقي التاريخ محور نعم اصلا ما ناقص. في كتاب تاريخ مثل الثاني بلبنان هذا المؤسف مزبوط مؤلم. او بتلاقي ناقص يعني انا وقت اللي جيت بدي اعمل دوكيومنتاسيون عن المجاعه ما فيك تتصوري شو فتحت كتب ما لقيت فيهم كلمه عن هالمرحله نعم. عجيب نعم يعني كانوا يحكوا اكثر يمكن عن الشخصيات السياسيه اللي موجوده يحكوا كتاريخ بالسياسه هيك صار وهيك العثمانيين وهيك جمال باشا وهيك بس المجتمع شو عينه شعب لا مش صح. مهم صح. بعدنا لليوم شو عم بعين المجتمع مهم لا لا مهم الحكومه شو عم تعمل مزبوط. او شو مش عم تعمل اليوم حضرتك يعني من بعد ما كتبت صدرت هذا الكتاب واليوم توقيعه شو بتحسي؟ بتحسي مثل شيء دفوار عملتيه وخلصتي منه أو مثل شيء هيك عبء قام منك أو حلم حققتي؟ لك أكيد منه عبء وقام عني لأنه أنا كتير انبسطت بكتابة هذا الكتاب لأنه تعلقت بالشخصيات وصرت مثل العايشة معهم يعني مثلا في شخصيات مثل نمر هلأ وقت اللي خلصت الكتاب أنا تفكر أنه نمر شو هالشخصية يعني حلوة. اللي حبيتها انه كان رجل عصري بده يقاوم الطبقات بده يحط حاله على نفس المستوى عم تحكي كثير عن حروب بين الطبقات لانه بعضهم لليوم بتضيع هيك يعني ونمر هو حابب كان يكسر هالطبقيه مع كل اللي عينيه كفى نعم ايه مزبوط استمر يعني كان عنده حلم يحققه اليوم مثلا بتقولي خيو لنمر هو التبعية تبع اليوم اللي نحن رجعنا عم نعيش فيها للأسف. نعم اللي بتقبل الواقع ونرجع بننتخب ذات الناس ونوقع بذات الأغلاط ونرجع منلوم حالنا ولكن نرجع منغلط مزبوط نرجع منغلط وما منطلع لورا نعم منكفي إنه الحياة نعم. لازم تكفي هو كتير مهم وحد يطلع بتاريخ وخاصة تاريخ لبنان تاريخ عريق ليتعلم من الغلط لأنه التاريخ بيعيد نفسه يعني أكيد الزمن كده. هو نفسه بس في التطور هذا هو اليوم حضرتك ام
وعندك بنت اليوم، والعصر اللي عم نوصل له بعد انا بلاقيه يعني ما بعرف قد ايه افضل من العصر اللي عشت، الزمن اللي عشت فيه والدتك. يمكن وقتك ستك كان في قيم بعد، وكان في احترام للانسان. يعني اليوم عم نفتقدهم هودي بهيدا القرن ال21. اليوم شو بتتمني لبنتك كامراه بالمجتمع وكوالده، وبكره هي كمان رح تصير يعني جده، يعني شو بتتمني امور يمكن انت ما قدرت تحققيها بتتمنيها لبنتك، او بتعتلي هم انه العصر اللي جايين وبعد اصعب من اللي عم نعيشه؟ يعني العصر اللي جاي اكيد نحن كلنا شايفين، وما بدنا نخبي نتخبى بخيل اصبعنا مثل ما بيقولوا. يعني الشغلات عم بتروح على صعوبه وصعوبه. هلا انا بنتي من هي وصغيره ربيتها على اكتمال شخصيتها، يعني تحقق حالها، توصل اذا فيها تعمل يلي بتحبه بالحياه، يعني يلي بتحبه انه بدها توصل هي بشغلها، بدها تحقق كارير، تعمل يلي هي بتعمله. أنا ربيت بنتي مثل ما ربيت الصبيان، نعم. يعني حبيبتي. ولا أنا ولا جوزي ما فرقنا بينها أكيد. وبين أخوتها بشي، نعم أكيد. والصبيان عندي عندهم نفس العقلية، يعني تجاه أختهم وحتى تجاه المرأة تجاه المرأة، يعني عندهم احترام تام لشخصيتها. بفتكر أنه المربى هو اللي بغير المجتمع، صح. ما بعرف إذا أنا عملت منيح بس جربت. اكيد لا اكيد عم تنيح، لانه اليوم اهم شيء بالحياه انه واحد يربي. قلتيها هذه كلمه جوهريه، البنت مثل الصبي يعني بدون تمييز، فتحسها المراه انه عندها ذات الحقوق وعندها ذات الفرص اللي عنده اياها خيها، واحترام للرجل مثل ما هو عنده احترام للامراه. مزبوط. وهذا بيصير التساوي. مزبوط. يعني ما حدا ياخذ محل حدا بس يتكاملوا، يعني هذا يمكن اهم امور. اليوم شو رايك بدور المراه اللبنانيه بالمجتمع؟ هل عم تقدر توصل، عم تقدر تحقق، او بعد بدها كثير؟ وشو ناقصها اذا بعد المراه اللبنانيه؟ ما ناقصها شيء، كلام كلنا بنعرف. نعم. ناقص المجتمع شوي يتطور او يتقدم، وعم بيتقدم. يعني ما فينا نقول انه هلا الرجل اللبناني كان مثل ما ايام زمان، لا هو بس حتى من ناحية الرجل. شو رأيك؟ القانون ما تطور في شيء، مش بس تجاه المرأة. نحن تطورنا بس بعد ورا بعده لورا، بس مش بس تجاه المرأة، تجاه كل شيء. بتطلعي شغلات عنا بالقانون بتعجبك انه معقول؟ ما في شك. على كل حال نتمنى انه مثل ما في نساء ايام ستك كانوا قوية، يكون في نساء قوية بهالمجتمع ويعرفوا يغيروا. ما بنخاف عليهم الى الافضل. ما بنخاف على المرأة اللبنانية اكيد بوجود يعني نساء مثل حضرتك ايضا. ميرسي ميرسي لك. لكن متشكرك نيلة شكيبان. واليوم برجع بذكر انه توقيع سلك تي ديفوني بمكتبة البرج من الساعة 5 اكيد يكون مختار، لانه كتاب رواية حلوة كثير. انا بودعكم وبشوفكم السبت بكتاب إديسيون سبيسيال، وكمان موضوع مهم جدا. وهلا بنبقى مع زميلتي كاتيا.